يمكن تابعنا في بداية الحلقة سلسلة من التقارير اللي بترصد أبرز الظواهر المناخية اللي أثرت على البيئة تحديداً، وشفنا في بريطانيا إزاي نهر التيمز يعني جف بسبب هذه التغيرات المناخية. إحنا هنا في فصل الخريف في مصر تحديداً، يمكن بدأ بنتكلم في 10 أيام، لكن مين يصدق اللي إحنا في فصل الخريف وما زلنا حتى هذه اللحظة يعني نرتدي الملابس الصيفية، وهنا بنتكلم على الملابس الصيفية الخفيفة جداً بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق يمكن لم يحدث في مصر من قبل، هو سبب رئيسي في ده التغيرات المناخية اللي بنتكلم عليها. طيب ايه اللي هيحصل وايه هي ابرز الظواهر والتغيرات المناخيه في درجات الحراره في مصر، وايه المناطق اللي هتشهد ارتفاع في درجات الحراره في بعض المحافظات وانخفاض في البعض الاخر؟ هو ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذه الفقره مع الدكتور سامح رياض، رئيس الاداره المركزيه لجهاز شؤون البيئه في الاسكندريه، اللي مشرفنا فيه. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا استاذ جمال. صباح الخير يا فندم. دكتور سامح، عاوزين نعرف ايه ابرز يعني ما تم رصده من تغيرات مناخيه بخصوص ارتفاع درجات الحراره، وايه هي المحافظات العرضه للتاثر بهذه التغيرات في مصر تحديدا؟ طبعا بشكركم، شكرا جزيلا على الاستضافة، وطبعا بنرحب بكم في اسكندرية يعني اللي دايما عليها السبوت لايت فيما يخص التغيرات المناخية. الحقيقة التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة مش بيبقى على مستوى مدينة بعينها، هو ارتفاع المتوقع انه يحصل على مستوى كوكب الارض بشكل عام، وكل دول العالم دلوقتي بتركز ان هي تقلل هذا الارتفاع بشكل او باخر بالتكاتف الجهود عشان تقلل درجات الحراره ما تزيدش عن المعدل بتاع 1.5 اللي كل دول العالم بتترجى او بتتوسم ان هي تقف عنده بنهايه القرن. فاحنا ما نقدرش نقول ان درجات الحراره ممكن تزيد في مدينه معينه او محافظه معينه، لكن اللي احنا شايفينه واللي بيشوفه او بيلاحظه المواطن العادي انه درجات الحراره اختلفت عن السنين اللي فاتت. ويمكن زي ما حضرتك تفضلت في البداية وقلت ان احنا درجات الحرارة في الوقت ده من السنة واحنا صغيرين في السن كنا بنلاقي ان احنا في شهر 9 اول ما تبتدي الدراسة كل الناس بترتدي الملابس الشتوية. صحيح. لكن احنا دلوقتي بنستمر لغاية شهر 11 وشهر 12 واحنا لسه ما زلنا بنلبس اللبس الصيفي، وده معناه انه المواطن عادي ملاحظ ان درجات الحرارة في ارتفاع بشكل او باخر. طيب يعني من حسب الدراسات انه يمكن المدن اللي بتعتمد على الصيد بتبقى من اكتر المدن اللي بتتاثر بالتغيرات المناخيه. عايز اعرف من حضرتك حتى الان، هل مهنه الصيد في الاسكندريه حتى الان تاثرت بالتغيرات المناخيه او بارتفاع درجه الحراره؟ هو يمكن اللي بيتاثر باسكندريه من الصيد هو ارتفاع منسوب سطح البحر، ويمكن ده اللي بيشيروا في كل الدراسات ان ارتفاع سطح البحر ممكن يكون تأثير سلبي على تآكل الشواطئ في المحافظات الساحلية، وده اللي الدولة المصرية واسكندرية تحديدا بتركز عليه في مشروعاتها اللي بتتم بشكل مستمر لحماية الاسكندرية عموما. نعم. يعني ارتفاع منسوب سطح البحر يا فندم لا يؤثر على الصيد؟ الصيد هو يعني لو ارتفاع منسوب سطح البحر بيأثر الصيد، هيأثر عليه في المناطق القريبة من الساحل، لكن طبعا الصيد شغال في البحر بشكل مستمر. فاحنا اللي بنركز عليه اكتر اللي يخص المدن الساحلية من تأثر المدن بارتفاع سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم كله. نعم. دكتور سامح، يعني استاذن بس حضرتك برضو نقرب الميكروفون شويه مننا عشان نقدر ان احنا نسمع حضرتك كويس، وفي نفس الوقت واحنا بنتكلم على تغيرات مناخيه ومتواجدين على ارض يعني عروس البحر الابيض المتوسط محافظه الاسكندريه، عاوزين نعرف من حضرتك ايه ابرز هذه التغيرات الخاصه بدرجات الحراره اللي تاثرت بيها او ممكن تتاثر ايضا محافظه الاسكندريه. هو طبعا محافظه اسكندريه بتتاثر بشكل كبير بالتغيرات المناخيه، زي ما قلنا ارتفاع مستوى سطح البحر بيأثر على السواحل عموما والشواطئ الاسكندريه.
التأثير بتاع التغيرات المناخية بيأثر كمان على الزراعة، بيأثر على بعض المناطق اللي هي كانت قصبة في الزراعة بتتأثر، بيحصل لها بعض التصحر. والتأثير ده الحقيقة مش على اسكندرية بس ولا على مصر بس، ده على كل دول المنطقة العربية. صحيح. والمنطقة الأفريقية، وده اللي احنا يعني بنسعى جاهدين ان احنا يعني نحجم اثاره السلبيه. ويمكن المطمئن التغيرات الملموسه يا فندم اللي احنا شفناها، التغيرات الملموسه اللي احنا بنشوفها ان احنا ممكن نشوف ارتفاع في مستوى سطح البحر بيأثر على عدد من الشواطئ، وده اللي هو الملموس لحد الان. لكن يمكن ما فيش اثار سلبيه كبيره شفناها، لان الدوله المصريه اشتغلت على الموضوع ده من سنين طويلة. يمكن احنا في جهاز شؤون البيئة، يعني اول ما بدأنا جهاز شؤون البيئة في اسكندرية، يعني كان عندنا مشروعات بتتكلم عن التغيرات المناخية. صحيح. من سنة 2000 تقريبا، فالدولة المصرية اشتغلت على المشكلة دي من سنين طويلة، وبالتالي اثارها السلبيه ما شفناهاش بالشكل الفج اللي كان ممكن نشوفه لو ما كانش الدوله المصريه اشتغلت من سنين طويله. يمكن احنا قاعدين في منطقه، في وقت من الاوقات يا دكتور احنا كنا بنشوف وتابعنا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لارتفاع موج البحر اللي كان بيغمر احيانا الطرق والشارع بره. اعتقد ان تحدت هذه الظاهره على حد ما بسبب المصدات الخرسانيه اللي احنا شايفينها يعني من خلف حضرتك. ده اللي كنت لسه هشير اليه، ان احنا المكان اللي احنا قاعدين فيه حتى هو نموذج لمشروعات عملتها الدولة من سنين طويلة، ولسه حتى شغالة فيها المشروعات دي لحماية المناطق الساحلية والمناطق الأثرية. ممكن احنا قاعدين في منطقة قلعة قايتباي، ودي كانت من ضمن المناطق المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، لكن لو بصينا ورانا كده بنشوف الحواجز اللي اتعملت اللي قامت بها الدولة من خلال وزارة الموارد المائية والري، هيئة حماية الشواطئ. وده اللي بيأكد الجملة اللي قلتها لسعادتك، ان الدولة بتشتغل على موضوع التغيرات المناخية من سنين طويلة. وعشان كده التأثيرات السلبية احنا قدرنا نحجمها بشكل او باخر بالمشروعات اللي اتعملت من سنين طويلة. التأثيرات دي زي ما قلنا ممكن تكون تأثيرات على السواحل وتأكل الشواطئ، وده اشتغلنا عليه كدولة بعدد كبير من المشروعات اللي كلفت مليارات. في تأثيرات على الزراعة وبعض المحاصيل اللي هي تأثرت بالحرارة، والدولة برضو اشتغلت على استنباط سلالات كتير تقاوم الحرارة وتقدر ان هي تدر المحاصيل او كميات المحصول بالشكل المناسب مع تأثرها بدرجة الحرارة. وبالتالي يعني التأثيرات السلبية ما حسناش بيها بالشكل الفج لحد الآن بسبب الجهود اللي عملت بيها الدولة في الفترات السابقة. يعني بما احنا بنتكلم عن جهود الدولة، مصر طبعا بصدد استضافة قمة المناخ COP27، والحقيقة يمكن حسب يعني قمة كلاسكو للمناخ COP27 او حتى مؤتمر باريس، يعني عايز اعرف من حضرتك، هو العالم كله اتفق على انه هذا الارتفاع في درجة الحرارة في درجات الحرارة هو بالفعل خطر حقيقي يهدد كوكب الأرض. سؤال حضرتك، هل فعلا نقدر ان احنا نرجع بعقارب الساعة لورا ونقدر ان احنا نتعامل مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة، نقدر نخفض درجة الحرارة درجة حرارة الكوكب بالفعل، ولا كل ما نستطيع ان نفعله هو ان احنا نبقي الامر كما هو عليه ونحاول ان احنا يعني حتى لا نزيد الطين بلة؟ التقارير الدولية اللي نشرت أخيرا مؤخرا في آخر 2021 وبداية 2022، اللي نشرتها الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية، بتقول إن إحنا عايزين نتوقف بس عند 1.5 درجة ارتفاع حتى نهاية القرن. والفترة الحقيقة المتبقية عشان نبتدي نبذل الجهود للوصول للهدف ده الحقيقة فترة قليلة. خلال 30 سنة جاية لازم نكون بذلنا جهد مضاعف عشان نوقف ارتفاع درجة الحرارة عن 1.5. لكن نحن نرجع بدرجة الحرارة للوضع اللي قبل بداية الثورة الصناعية، ده بيبقى من الصعوبة بمكان، لأنه يعني تكلفته هي توقيف الاستثمارات وتوقيف الصناعة وكل مناحي الحياة. لكن احنا اللي نقدر نشتغل عليه دلوقتي هو نوقف ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة، وده الهدف اللي كل دول العالم بتشتغل عليه دلوقتي. ده مش هيتطلب برضو توقيف الاستثمارات وما إلى ذلك نفس الموقف؟ لا، هو يتطلب ان احنا نبتدي نعمل جهود في مجال التنمية المستدامة، ان احنا نبقى حاطين عينينا واحنا بنعمل استثماراتنا والتنمية بتاعتنا ان احنا بنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ونبتدي نتخذ إجراءات بيئية خضراء ومشروعات خضراء من شأنها ان احنا نحافظ على النمو والاستدامة بما لا يتعارض مع البيئة وبما لا يسبب ارتفاع أكتر في غازات الاحتباس الحراري. لكن العودة للوراء
قبل الثورة الصناعية وان احنا نقلل درجات الحرارة بشكل عكسي، ده في من الصعوبة بمكان ان احنا نقدر نوصل له. ممكن بقى في الاجيال القادمة لو قدرنا ان احنا نوقف غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير ووصلنا لتكنولوجيات تقدر تمكننا من كده يعني. نعم، يمكن التكنولوجيا إلى حد كبير سهلت الحياة اليومية للمواطن، لكنها بالتأكيد كان ليها أثر وأثر كبير في زيادة الاحتباس الحراري. في البعض من المشاهدين لنا دلوقتي بيقول إن كلام ده غير كلام يعني موثق أو غير يعني يصدقه كلام لا يصدقه عقل تحديدا، وإن اللي بيحدث الآن هو تغير طبيعي للدورة المناخية بشكل عام، ويعني هي مسألة عارضة وسوف تستقر الأمور فيما بعد. إيه رأي حضرتك في الكلام ده يا دكتور؟ هو طبعا في بعض الآراء بتقول إن اللي بيحصل ده دورة كونية بيحصل فيها ارتفاع في درجة الحرارة بشكل أو بآخر كل عدة آلاف من السنين. في بعض الآراء بتقول كده، بس بعض الآراء التانية المضادة ليها يعني قدرت أنها تدحض الأدلة دي وقدرت أن تأكد أنه في ظاهرة تغيرات مناخية بسبب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري. لكن إحنا في مصر بالنسبة لنا لا يعنينا إذا كانت دي دورة طبيعية ولا ارتفاع بسبب التغيرات المناخية، اللي يعنينا أن إحنا نعمل مشروعات التكيف تدابير احترازية اللي تقدر تحمي المواطن وتحمي أصول الدولة ونقدر نستمر في تنمية الدولة بشكل مستدام. ما هو إحنا في مصر، لكن ما فيش حد بيعمل في جزر منعزلة، لأن يمكن قلنا وشفنا أن التغيرات المناخية بتلقي بظلالها على العالم ككل يا دكتور. تمام، عشان كده إحنا داخلين المؤتمر ده مركزين أن يكون هو ده مؤتمر التنفيذ، والدولة المصرية من خلال رئاستها للمؤتمر بتركز كل التركيز أن يكون المؤتمر ده هو مؤتمر التنفيذ للتعهدات اللي خدتها الدول الصناعية الكبرى في اتفاقية باريس، أن هي تدفع التعويضات $100 مليار اللي اتكلموا عليها في اتفاقية باريس، وبعد اتفاقية باريس قالوا خطة عمل باريس. لكن إحنا الدولة المصرية من خلال رئاستها للمؤتمر ده بتركز جدا على حاجتين. الحاجة الأولانية هو التنفيذ. إحنا اتكلمنا في التعهدات واتكلمنا في الخطط، إحنا حان الآن إن إحنا نشتغل على التنفيذ، والدول المتقدمة اللي كانت السبب الرئيسي في انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري تبتدي توفي بتعهداتها للدول النامية اللي تأثرت تأثير سلبي بالتغيرات المناخية. الحاجة الثانية اللي بنركز عليها في المؤتمر ده إن المؤتمر ده يكون مهتم جدا بالجانب الإنساني. يعني إحنا اتعرضنا لتأثير التغيرات المناخية، لازم نشتغل بقى دلوقتي على توفير الموارد الطبيعية من المياه والطاقة والزراعة وحمايتهم للمواطن العادي في كل الدول اللي تأثرت، ويكون التعويضات اللي جاية من الدول المتقدمة كافية إن هي تخلي الإنسان ده اللي تأثر في الدولة النامية ما يتعرضش للأثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية. دي نقطة تانية. النقطة الثالثة هو نقل التكنولوجيا. يعني من ضمن البنود اللي اتكلمت عليها اتفاقية باريس ومؤتمر التغيرات المناخية عموما إنه في حاجة اسمها نقل التكنولوجيا، إن الدول المتقدمة منوط بها إنها تنقل تكنولوجياتها المتقدمة للدول النامية عشان الدول النامية تقدر إن هي تقاوم الأثار السلبية للتغيرات المناخية اللي حصلت بالفعل. طيب دكتور، برضو يعني حضرتك بما ان احنا اتكلمنا عن قمة المناخ COP27، الحقيقة كان في مخرجات عديدة ان كان في مؤتمر باريس او في قمة جلاسكو، لكن لم تنفذ، او خلينا نقول ان هي لم يعني تنفذ بشكل مرضي او بشكل يعني يتواءم مع الظواهر اللي احنا بنتابعها طبعا اثر التغيرات المناخية. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي مصر هتقدمه في هذه القمة؟ ايه هي اللي ممكن الادوات او الاليات اللي ممكن مصر تتعامل معها عشان تضمن انه المخرجات في هذه القمة او مخرجات هذه القمة ستنفذ؟ طبعا احنا في مجموعة من اللقاءات المكوكية اللي بتعملها الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة ووزارة الخارجية، يعني يمكن وزراء البيئة والخارجية موجودين دلوقتي في كينشاسا للاستعداد، كينشاسا في دولة الكونغو للاستعداد للتحضيرات بتاعت مؤتمر التغيرات المناخية، وعمل لقاءات جانبية مع كل دول أفريقيا أو الدول المشاركة في المؤتمر عشان نبتدي نوحد الرؤى ونوحد الجهود اللي هتتقال في المؤتمر بتاع شرم الشيخ. صحيح. يعني بمعنى ان احنا مصر وهي بتشارك في مؤتمر شرم الشيخ
ورئاستها المؤتمر هي مش بتتكلم باسم مصر بس. صحيح. هي بتتكلم باسم مصر والدول العربية والدول الإفريقية. الدول العربية اللي كل تأثيرها من غازات الاحتباس الحراري 5% من غازات الاحتباس الحراري، وأفريقيا كلها كقارة 4% من غازات الاحتباس الحراري. لكن احنا دلوقتي من خلال المؤتمرات واللقاءات الجانبية بنوحد كل الرؤى بحيث يبقى لينا كلمة واحدة في المؤتمر كدول أفريقية وكدول عربية، وفي نفس الوقت نوحد الجهود اللي ممكن تتعمل عشان نقدر نستقدم التعويضات من الدول اللي تعهدت بيها. واعتقد انه اهم آلية يا فندم كمان فكره تواجد مصر وفي هذه القمه طبعا بجانب انها الدوله المضيفه انها بالفعل حاضره يعني بمشروعات يعني حدثت على ارض الواقع. على سبيل المثال بعد قمه كلاسكو يعني خلينا نشوف انه في مواصلات النقل الذكيه حتى تحويل الى السيارات القديمه ووسائل المواصلات القديمه للعمل بالغاز بدل البنزين وما الى ذلك، فهتكون حاضره بدور فعال على الارض، هتكون نموذج. احنا بنعمل كدولة مصرية بنعمل اجراءات التخفيف اللي حضرتك اشرت اليها كمشروعات للتخفيف، زي الاوتوبيسات اللي بتعمل بالطاقة الكهربائية، زي تقليل الانبعاثات من المصانع، تقليل الوقود وكل ما الى ذلك. لكن احنا كمان بنركز اكتر على مشروعات التكيف، هو ده اللي الدولة المصرية بتركز عليه اكتر، لان هو ده اللي هيأثر على المواطن البسيط. وعشان كده احنا بنشوف مشروعات كبيرة جدا فيما يخص التكيف. احنا هنا في اسكندرية يمكن عندنا مشروع بيتم بالتعاون مع القوات المسلحة او بتقوم به القوات المسلحة، هو انشاء محطة معالجة لكل مياه الصرف الزراعي اللي موجود في منطقة غرب الدلتا لمعالجته بكمية تساوي 7.5 مليون متر مكعب في اليوم. كل المصارف الزراعية اللي كانت في منطقة غرب الدلتا دي هي مصارف زراعية كانت بتلوث البحر المتوسط. صحيح. كل المشكلة دي هتتحول لفرصة ويتم معالجتها واستخدامها في الزراعة. ولو حسبنا الكمية دي في السنة اللي هي 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، هنلاقيها تساوي 2.7 مليار متر مكعب من المية اللي هيعاد استخدامها. ولو حسبنا نسبة نهر النيل اللي بيجينا منه 55.5 مليار، فاحنا هنعيد استخدام 2.7 في مشروع واحد بيتعمل في اسكندرية. ده بالإضافة للمشروعات اللي عملتها الدولة المصرية زي مشروعات محطة المحسمة ومحطة بحر البقر، كل دي مشروعات تكيف عشان نوفر المياه اللي ممكن تنقص بسبب التغيرات المناخية. نعم دكتور، يمكن حضرتك ذكرت على سبيل المثال وليس الحصر تحديدا عدد من المشروعات اللي بتقوم بها الدولة المصرية للتكيف مع الظاهرة أو الظواهر الخاصة بالتغيرات المناخية تحديدا، على الرغم من أن مصر الانبعاثات اللي بتخرج منها لا تساوي تقريبا 0.5% من إجمالي الانبعاثات اللي يعني بيسبب فيها دول العالم ككل وتحديدا الدول الصناعية الكبرى. ماذا يحدث لو لم تقوم مصر بمثل هذه المشروعات تحديدا، وكيف ينعكس ذلك على المواطن المصري البسيط؟ طبعا زي ما حضرتك اشرت ان مصر كل انبعاثاتها هي 6.1%، يعني احنا لا نصل الى الواحد الصحيح في المية من الانبعاثات، وبرغم كده احنا تأثير سلبي بيحصل علينا بسبب التغيرات المناخية. المشروعات اللي قامت بها الدولة المصرية وما زالت بتقوم بيها لحد الان هي المشروعات اللي خلت التأثيرات السلبية على مصر تكون في اقل الحدود الممكنة. ولو ما كانتش اتعملت المشروعات دي كنا ممكن نشوف تأثيرات سلبية على السياحة وعلى الزراعة وعلى المناطق الساحلية. صحيح. وكنا ممكن نشوف التأثيرات دي بشكل مباشر. فطبعا تأثيرات الزراعة مثلا لو خدناك على سبيل المثال ان انت درجات الحرارة لما تعلى بتقلل المحاصيل وبتقلل انتاجية الاراضي وبتزود معدلات احتياجها للمية، فبالتالي المحاصيل لما بتقل اسعارها بتزيد على المواطن. نعم. فعشان كده المشروعات اللي بتتعمل دي كلها عشان ما تقللش من انتاجية المحاصيل بنعمل مشروعات لإعادة استخدام المية وبالتالي نوفر مية اكتر للزراعة في المناطق اللي فيها مناطق زراعية، وبالتالي يفضل انتاجية المحاصيل بنفس المعدلات اللي ما تأثرش على المواطن المصري بشكل او باخر. طيب دكتور سامح، يعني اخيرا بما ان حضرتك رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة في الإسكندرية، حضرتك شايف انه احنا كأفراد المفروض نتعامل ازاي؟ طبعا احنا زي ما قلنا في الاول احنا بالرغم ان احنا كل اللي بنطلعه من غازات الاحتباس الحراري 6.1%، لكن الدولة المصرية من خلال تعهداتها الدولية بتعمل مشروعات التخفيف. لكن لو رجعنا للمواطن العادي، احنا المواطن العادي لازم كمان يبقى حاطط في اعتباره ان احنا
ظاهرة التغيرات المناخية ممكن تأثر على حياتنا في شكل أو آخر، فبالتالي لازم نكون بنحافظ على الموارد الطبيعية، ما نهدرش استهلاكنا للمياه بكل الأشكال اللي ممكن نقدر نوفر بيها المياه، استهلاكاتنا للطاقة لأن الطاقة دي معناها وقود ومعناها حرق غازات احتباس حراري جديدة، نوفر في كل أنواع الموارد اللي احنا ممكن نوفرها، وبالتالي نقدر نعدي المرحلة دي بدون خسائر علينا يعني إن شاء الله. نعم دكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة في محافظة الإسكندرية، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. شكرا.